إن شاء الله هنبدأ مع بعض كورس الاندوكراين فارماكولوجي، وأول حاجة هنبدأ بيها اللي هي الهايبوثالاميك بيتيوتري هرمون. عندنا في الهايبوثالاموس بيبقى في عندي جزء منه اللي هو الاندوكراينال فانكشن، وفي عندي جزء اللي هو السنترال نيرفس سيستم. طب تعالوا نشوف الجزء بتاع اللي هو الاندوكراينال فانكشن بتاع الهايبوثالاموس. عندنا بيبقى في الجزء اللي هو الهايبوثالاموس زي ما احنا شايفين ان هو بيبقى فيه نيورون. النيورون ده بيحصل فيها سكريشن للهرمونز اللي هي بتتخزن في البوستيريور بيتيوتري، وعشان كده احنا بنسمي البوستيريور بيتيوتري نيورو هايبوثيسيس. دي بيتخزن فيها هرمونز، وهنتكلم على الهرمونز اللي هي بتطلع من البوستيريور بيتيوتري. في عندي الجزء الثاني اللي هو بيبقى بيعمل كنترول للانتيريور بيتيوتري. انتيريور بيتيوتري دي جلاند، ودي اللي هي بتطلع هرمونز، وعشان كده بنسميها اللي هو الادينو هايبوثيسيس. بالنسبه للهايبوثالاموس اللي هو بيعمل كنترول للانتيريور بيتيوتري، طبعا بيطلع منها سيرتن هرمونز. الى حد ما كفارماكولوجي احنا بيهمنا منها جزئين. في الجزء الاولاني اللي هو الجونادوتروبين ريليزنج هرمون، وده اللي بيعمل كنترول لل FSH والLH، بس ده هنناقشه واحنا بنتكلم على السكس هرمون لان ليهم علاقة مرتبطة ببعض. الجزء الثاني اللي هو البرولاكتين انهيبيتنج هرمون، والبرولاكتين انهيبيتنج هرمون ده اللي هو بيعمل كنترولنج للبرولاكتين. وخلينا ناخد بالنا ان اللي بيهمنا في الفارماكولوجي هو البرولاكتين انهيبيتنج هرمون. البرولاكتين انهيبيتنج هرمون ده بيعتبر دوبامين، يعني الادويه اللي هتاثر على الدوبامين هتاثر على البرولاكتين. هو البرولاكتين انهيبيتنج هرمون هو اصلا دوبامين ان نيتشر، وبالتالي لو انا عايز اشغل البرولاكتين انهيبيتنج هرمون عشان اعمل انهيبيشن للبرولاكتين، انا هدي حاجه تشتغل كدوبامين اجونست. لكن لو عايز اوقف شغل البرولاكتين انهيبيتنج هرمون، هدي اللي هو الدوبامين انتاجونست، وده هنتكلم عليه بالتفصيل دلوقتي. بالنسبه للجزء اللي هو البوستيريور بيتيوتري، البوستيريور بيتيوتري بيطلع منها تو هرمونز. بيطلع منها هرمون اسمه فازوبريسن، والفازوبريسن ده ليه اسم تاني اللي هو بنسميه انتي دايوريتك هرمون. والانتي دايوريتك هرمون او الفازوبريسن واضح من اسمه هو بيعمل كنترول لتو سايتس، بيشتغل على البلاد فيسلز اسمه فازوبريسن، يعني هو فازوبريسر وهيشتغل على البلاد فيسلز كفازو كونستريكتور. اسمه التاني اللي هو الانتي دايوريتك هرمون، وده هيشتغل على الكوليكتنج تيبيولز بتاعة الكدني، وهنشوف الاكشن بتاعه هيبقى ايه. الهرمون التاني اللي هو بيطلع من البوستيريور بيتيوتري اللي هو بنسميه الاوكسيتوسين هرمون. الاوكسيتوسين هرمون ده بيعمل كنترول لحاجتين، بيعمل كنترول للبريجنانت يوترس، وبيعمل كنترول للبريست. دول هما الهرمون اللي احنا هنتكلم عليهم في الهايبوثالاموس والبيتيوتري. تعالوا نبدأ الجزء الاولاني اللي هو drugs affecting البرولاكتين. زي ما قلت ان انا عندي البرولاكتين inhibiting هرمون ده عبارة عن دوبامين، يبقى انا كده لو انا جيت اديت دوبامين antagonist، انا كده هوقف شغل البرولاكتين inhibiting هرمون وحزود البرولاكتين. يبقى في الدوبامين انتاجونست دي بتزود البرولاكتين. من ضمن الحاجات اللي عندنا طبعا اللي هم الميتوكلوبراميد والدومبريدون، والحقيقة الاثنين دول بيستعملوا كأنتي إميتك، يعني دي أدوية بنستعملها علشان أوقف الفوميتنج، لكن ده المين يوز بتاعها بيبقوا أنتي إميتك أو بنسميها بروكاينيتك
اللي هي الأدوية اللي بتحسن الموفمنت بتاعت الاستومك. دول يعني إلى حد ما بيستعملوا اوف ليبل. كلمة اوف ليبل معناها ان هم مش نازلين في الانديكيشن بتاعهم ان هم يستعملوا في هذا المرض. لكن ساعات بنستعملهم اوف ليبل ان انا تو بروموت اللاكتيشن عشان ازود اللاكتيشن، لان انا لو حدي دوبامين انتاجونست انا كده هوقف شغل البرولاكتين انهيبيتنج هرمون، فهزود البرولاكتين وده هيعمل لي بروموشن لللاكتيشن. من ضمن الادويه اللي بتشتغل هنا، ودي مجموعه مهمه جدا في السنترال نيرفس سيستم، اللي هي مجموعه الانتي سايكوتيك. مجموعه الانتي سايكوتيك لما نيجي ندرسها في السي ان اس هنعرف ان هي بتوقف البرولاكتين انهيبيتنج هرمون، فهتزود البرولاكتين، وده هيبقى very common side effect بنشوفه مع الانتيسايكوتيك دراجز. دي هتبقى side effect ليها. طب لو انا عايز اقلل البرولاكتين، يبقى في الحالة دي بقى هعمل ايه؟ انا عايز اوقف البرولاكتين inhibiting هرمون وعايز اقلل البرولاكتين، فحد ادي دوبامين اجونست. الدوبامين اجونست في عندي اتنين مشهورين قوي بيستعملوا في الحالة دي. نمرة واحد اللي هو البروموكريبتين، وده تقريبا هو يعني الأشهر اللي هو ده موجود بيستعمل. وفي عندي الكابرجولين. الكابرجولين ده برضو دواء طالع بعد البروموكريبتين، وده ليه برضو استعمالات very specific. طب أنا لو أنا عايز أقلل البرولاكتين أو الأكشن بتاع الأدوية دي، أولا دي أدوية بتتاخد أورالي، يعني أنا بديها أورال. نمرة اتنين هيعملوا inhibition للبرولاكتين secretion. الحاجة التانية اللي بيعملوها، بس دي حاجة مش مشهورة قوي، ان هو في النورمال ممكن يزود الجروس هرمون secretion، لكن لقينا انه paradoxically. كلمة paradoxically دي معناها ان هو حاجة unexpected، يعني هو في الطبيعي بيزود الجروس هرمون، لكن لما اجي اديه في عيان عنده اكروميجالي، اكروميجالي ده بيبقى العيان عنده زياده في الجروث هرمون، فلقينا انه لما بيتاخد في المرضى اللي عندهم اكروميجالي في الحاله دي هو بيقلل الجروث هرمون. يعني هو في الطبيعي ممكن يزود الجروث هرمون، لكن لو اديته في واحد عنده اكروميجالي في الحاله دي هو ممكن يقلل الجروث هرمون. طيب الأدوية دي هنستعملها في ايه؟ أنا هقلل بيها البرولاكتين. أول استعمال ليها طبعا لما بيجي لي عيان مريض عنده برولاكتين سكريتينج أدينوما، يبقى في الحالة دي المريض بتاعي هيبقى عنده زيادة في البرولاكتين، فأنا هوقف البرولاكتين مع المريض ده. يبقى هديه لو في ورم في البيتيوتري وبيطلع برولاكتين. من ضمن الاستعمالات المشهورة قوي اللي هو حاجة بنسميها أمينوريا جالاكتوريا سيندروم. بنبص نلاقي في بعض الفيميل لما بيزيد البرولاكتين بيبتدي يعمل جالاكتوريا. جالاكتوريا دي اللي هي فلو اوف ميلك بدون ما يكون فيه اي لاكتيشن. ولما بيحصل جالاكتوريا، الجالاكتوريا دي بتؤدي الى أمينوريا. فعشان كده احنا بنسمي السندروم ده اللي هو أمينوريا جالاكتوريا سندروم. طبعا لما تكون فيميل وعندها أمينوريا اكيد ده ممكن يعمل لها انفيرتيليتي، فانا ممكن استعمل الدواء ده في فيميل عندها انفيرتيليتي سكندري تو للهايبر برولاكتينيميا. وعشان كده ده من الادوية اللي ممكن بنستعملها في علاج الانفيرتيليتي، بس بشرط ان يكون سبب الانفيرتيليتي دي اللي هي سببها زيادة في البرولاكتين. من ضمن الاستعمالات ساعات في بعض الحالات بيبقى عندي مثلا مريضة لاكتيتنج وانا مضطر ان انا اوقف اللاكتيشن لعدة اسباب. ممكن يكون في عندها مشكلة في دراجز معينة فانا خايف على البيبي ان هو ياخد الادوية دي، او في عندها مشكلة معينة، ففي الحالة دي ان انا بحاول ادي اللي هو البروموكريبتين علشان امنع البريست انجورجمنت، امنع تكوين الملك
والتكوين الميلك ده بيبتدي يتملي الجلاند وده بيعمل انجورجمنت او احتقان في الماماري جلاند، فممكن استعمله في الحالة دي. برضو من ضمن الاستعمالات المشهورة بتاعته الباركنسون، واحنا عارفين ان الباركنسون بيبقى المريض ده عنده نقص في الدوبامين، فانا هنا بدي دوبامين اجونست، ففي الحالة دي برضو من الادوية اللي ممكن استعملها في الباركنسون ديزيز. وزي ما قلت من شوية ان هو في عيان اللي عنده اكروميجالي هو هيقلل الجروس هرمون، ودي حاجة بارادوكسيكال مش حاجة كومن بنشوفها، فممكن نستعمله برضو في حالة زي الاكروميجالي. الفرق بين البروموكريبتين والكابرجولين، البروموكريبتين غالبا لما هستعمله في البرولاكتين سيكريتينج او الامينوريا جالكتورية او الانفيرتيليتي، ده غالبا بيستعمل بيبقى ديلي يوز، بيستعمل كل يوم. الكابرجولين في ميزة ان هو الى حد ما الادفرس افكت بتاعته اقل شوية، ولكن في ميزة تانية ان هو ممكن يستعمل توايس ويكلي، ودي بتبقى ميزة كنوع من الكومبلاينس للمريض اللي هو بيستعمل او المريضة اللي هي هتستعمل الدواء ده في حالة الجالاكتوري. الادفرس افكت المتوقعة من الادوية دي، طبعا احنا عندنا ان الدوبامين من الحاجات اللي very common ان الدوبامين بيعمل نوزيا وفوميتنج، وزي ما قلت من شوية قبل كده ان انا عندي ان الادوية اللي بتقفل الدوبامين دي ممكن بستعملها كأنتي إميتك، فأنا لما حدي الدوبامين هتوقع أنه يحصل للمريض اللي أنا حديله دوبامين أجونست أنه يحصل له نوزيا وفوميتنج، والحقيقة دي بتبقى من الحاجات اللي هي بتخلي المريض يحاول يوقف الدواء، لأنها بتبقى very common adverse effect مع كل الأدوية دي. من الحاجة التانية كمان أن زي ما احنا عارفين أن الدوبامين ده ممكن يبقى vasodilator، وده ممكن يعمل لي vasodilation في splanchnic blood vessels، وممكن يؤدي إلى orthostatic hypotension. زي أي حاجة بتشتغل central ممكن كمان يعمل لي confusion وبيأثر على المريض اللي بياخد الدوبامين agonist. طيب تعالوا نشوف نوع تاني بقى. احنا كده اتكلمنا على من الهايبوثالاموس، اتفقنا ان احنا هنتكلم بس دلوقتي على اللي هو البرولاكتين انهيبيتنج هرمون اللي هو كان دوبامين. تعالوا نشوف بقى في البيتيوتري، هنتكلم على بعض الهرمونات في الانتيريور بيتيوتري هرمون. نمرة واحد اللي هو الثايرويد ستيميوليتنج هرمون. الثايرويد ستيميوليتنج هرمون ده وظيفته ايه؟ ده وظيفته ان هو بيزود ال ايودين ابتيك جوه الثايرويد جلاند. انا بالتي اس اتش ده هزود الايودين ابتيك، فكده بزود السبستريت اللي انا اصنع بيها الثايرويد هرمون. التي اس اتش ليه وظيفتين مهمين قوي في الثايرويد جلاند. نمره واحد هو بيزود الايودين ابتيك، نمره اتنين ان هو بيساعد على الريليس بتاع التي 3 والتي 4 من الثايرويد جلاند، عشان كده بيبقى استعمالي لي نمرة واحد دياجنوستيك. دياجنوستيك يعني ايه؟ انا عايز افرق بين عيان عنده برايمري هايبوثايروديزم، برايمري العيب في الثايرويد جلاند، وعيان عنده سكندري هايبوثايروديزم العيب في البيتيوتري. فانا حد ادي تي اس اتش واشوف، والله لو العيان بتاعي ده استجاب وتحسنت الهايبوثايروديزم يبقى هو كان نقصه تي اس اتش. معنى ان هو نقصه تي اس اتش يعني كده العيان ده المشكلة مش في الثايرويد، الثايرويد سليمة بس مش جايلها تي اس اتش علشان تطلع ثايرويد هرمون. ففي الحالة دي لو انا اديت تي اس اتش للعيان اللي عنده هايبوثايروديزم ولقيت التي 3 والتي 4 طلعوا، يبقى معنى كده ان هو كان عنده نقص فيه TSH، ففي الحالة دي هسميها اللي هي secondary hypothyroidism. طب لو انا اديت TSH للعيان وكانت الثايرويد جلاند اصلا التشو فيها بايظة، مهما حدي TSH مفيش response،
فحيفضل الهايبوثايروديزم موجود. يبقى نمرة واحد أنا بستعمل التي اس اتش عشان أفرق بين هي الحالة بتاعت الهايبوثايروديزم دي برايمري يعني العيب في الجلاند ولا سكندري العيب في الانتيريور بيتيوتري اللي ما بتطلعش تي اس اتش. مين المريض اللي هيتحسن؟ المريض اللي هيتحسن اللي هو عنده سكندري، لان السكندري ده عنده نقص في التي اس اتش، ولو اديته تي اس اتش هيتحسن، وبالتالي هشخص اللي هو الفرق بين البرايمري والسكندري. من ضمن الاستعمالات كمان ساعات بندي التي اس اتش اللي هو ادجوفنت مع الراديو اكتيف ايودين. انا قلت من شويه ان التي اس اتش ده بيحسن الايودين ابتيك. تعالوا نشوف لو انا عندي مريض عنده ميتاستاتيك ثايرويد كانسر، يعني عنده ثايرويد كانسر وابتدت الثايرويد تيشو دي تنتشر في الجسم وتبقى موجوده في حتت تانية، دي اللي هي بنسميها ميتاستاتيك ثايرويد كانسر. التيشو اللي انتشرت في الجسم دي الى حد ما بتبقى تشبه الثايرويد جلاند في الاستراكشر بتاعها، فبما ان الاستراكشر ده يشبه الثايرويد جلاند فانا في الحاله دي حدي العيان راديو اكتيف ايودين. طب الراديو اكتيف ايودين ده انا بديه ليه؟ بديه علشان اعمل ديستراكشن للميتاستاتيك ثايرويد كانسر. طب مين اللي بيزود الايودين ابتيك في الثايرويد تيشو؟ هو التي اس اتش. يبقى لو جالي عيان عنده ميتاستاتيك ثايرويد كانسر، يعني الثايرويد تيشو بقت موجوده في الجسم بتاعه منتشره وهي تشبه نفس الستركشر بتاع الثايرويد جلاند، بس دي بقى كانسر، ففي الحاله دي انا بعالجه براديو اكتيف ايودين علشان احسن الابتيك بتاع الراديو اكتيف ايودين جوه التيشو اللي هي الميتاستاتيك دي، بدي معاه تي اس اتش، فالتي اس اتش يساعد على دخول الراديو اكتيف ايودين اللي هو هيعمل لي ديستركشن في الثايرويد كانسر دي. من ضمن الهرمونز اللي موجوده في الانتيريور بيتيوتري هرمون اللي هو الاي سي تي اتش اللي هو الادرينو كورتيكو تروفيك هرمون. الادرينو كورتيكو تروفيك هرمون طبعا ده احنا صنعنا منه حاجه اسمها كوسنتروبين، والكوسنتروبين ده سينثيتك وبيتاخد اي ام. طب ده ممكن هستعمله في ايه؟ ده طبعا الاستعمال مش كومن قوي هو انه بيستعمل دايجنوستيك، نفس الفكره اللي قلتها من شويه عشان افرق هي العيب عندي في البيتيوتري ولا العيب في الادرينال كورتكس. لكن في استعمالات تانية. احنا عارفين ان الكورتيزول اللي بيطلع من الادرينال كورتكس ده بيستعمل كأنتي انفلاماتوري وبيستعمل كاميونو سابريسف. يبقى انا لما اجي عيان عنده انفلاميشن، هفترض مثلا عنده انفلاميشن في جوينت او عنده حاجة اوتو اميون ديزيز، وعايز اديله قدامي حاجة من الاتنين، لإما حديله كورتيزول اللي هو بيطلع من الأدرينال كورتكس، أو حدي الـ ACTH اللي هو هيعمل إيه؟ الـ ACTH ده هيشتغل على الأدرينال كورتكس ويطلع منها الكورتيزول، والكورتيزول هو اللي هيبقى الأنتي إنفلاماتوري. يبقى أنا في أي إنفلاماتوري كونديشن قدامي حل من اتنين، لاستعمل أدي العيان كورتيزول اللي هو الاند برودكت اللي بيطلع من الادرينال كورتكس، او ممكن اديله اي سي تي اتش والاي سي تي اتش ده يطلع لي كورتيزول. دي الحقيقه استعمالي للاي سي تي اتش في ميزه وفي عيب. طب الميزه اللي فيه ايه؟ الميزه اللي فيه ان انا لو حد الاي سي تي اتش هيطلع كل الهرمون اللي بتطلع من الادرينال كورتكس. خلينا نفتكر ان الادرينال كورتكس مش بس بتطلع اللي هو الكورتيزول، دي بتطلع جزء منها اندروجين وبتطلع كمان اللي هو المينرالو كورتيكويد. يبقى الاي سي تي اتش لما حديه هيطلع بنسبه كبيره كل الهرمونات، هيطلع مينلي الكورتيزول
وحيطلع مينلي الاندروجين. يبقى في الحالة دي لو اديت ACTH هطلع كورتيزول، الكورتيزول انا عايزه كأنتي انفلاماتوري. طب الاندروجين، الاندروجين هنا بيعتبر الى حد ما في ميزة ان هو مش هيقلل الجروس في الاطفال. يبقى لو انا طلعت اندروجين الى حد ما هقلل احتمالية ان هو يقلل لي الجروس، لان انا لما بدي كورتيزول انا بوقف الـ ACTH ده خالص وبالتالي ما بيطلعش اندروجين. ميزة الـ ACTH ايه؟ انه هيطلع كورتيزول، ده اللي انا عايزه كأنتي انفلاماتوري، هيطلع اندروجين فهيساعد على الجروس في الاطفال، وبالتالي هتبقى الريسك هنا انه يعمل سابريشن للجروس هتبقى اقل لو انا اديت الـ ACTH بدل ما ادي الكورتيزول. يبقى دي الميزة اللي فيه. لكن ايه العيوب بتاعته بقى؟ اول عيب فيه طبعا هو بيتاخد انجكشن، صعب ككومبلاينس ان انا ادي العيان حاجة انجكشن على طول لفترة طويلة، وبالتالي دي بتقلل الكومبلاينس بتاع العيان. نمرة اتنين، الكورتيزول اللي بيطلع ده اللي هو الناتشرال كورتيزول اللي بيطلع في الجسم عندنا مش بس ليه انتي انفلاماتوري، لا ده كمان ليه مينرال وكورتيكويد اكتيفيتي. يبقى المينرال وكورتيكويد اكتيفيتي جاية من الكورتيزول اللي طلع من الادرينال كورتكس. طبعا مينرال وكورتيكويد فهيبدأ يعمل لي سولت اند ووتر ريتينشن، ودي بتبقى حاجة بتبان مع العيان، لان انا عندي دلوقتي بقى في عندي بريباريشن من الكورتيكوستيرويد اللي هي السينثيتك اللي هي الى حد ما فيهاش مينرال وكورتيكويد اكتيفيتي. لكن هنا انا هطلع كورتيزول، طلع الكورتيزول، الكورتيزول ده اصلا ليه مينرال وكورتيكويد اكتيفيتي كمان، وبالتالي هيعمل لي سولت اند ووتر ريتينشن. العيب الثالث اللي فيه ان انا احيانا في بعض الامراض كانفلاميشن او كاميونو سابريشن ببقى محتاج جرعات عاليه من الكورتيزول. عيب الـ ACTH ايه؟ ان هو مش هيطلع لي الجرعات العالية اللي انا عايزها، هو ليه كاباستي في الريليس بتاع الكورتيزول، هو بيطلع كمية محددة من الكورتيزول. طب انا المريض بتاعي ده لو عايز اديله جرعات عالية من الكورتيزول، يبقى في الحالة دي الـ ACTH مش هيسعفني، مش هيديني الكمية اللي انا عايزها. يبقى دي العيوب بتاعته، ان هو بيتاخد بانجكشن، الكورتيزول اللي بيطلع ده ليه مينرال وكورتيكويد اكتيفيتي وهيعمل لي سولت اند ووتر ريتينشن وهيعمل لي هايبوكاليميا، وده المينرال وكورتيكويد اكتيفيتي بتاعته. الكميه اللي هتطلع من الكورتيزول دي بتبقى كميه محدوده، ممكن ابقى انا عايز ادي كميات اكبر منها في بعض الامراض. تعالوا نشوف هرمون تاني بيطلع من الـ anterior pituitary اللي هو الـ growth hormone. طب الـ growth hormone طبعا ده اللي هو فيه اللي هو سوماتروبين، وده حاجة recombinant human growth hormone، وده بيستعمل في ان هو to promote growth، بس بشرط يكون الطفل ده عنده نقص في الجروس هرمون. يعني غالبا مش هي ما اقدرش اديه في اي واحد مثلا قصير، لا هو انا حديه عشان تو بروموت جروس، بس شرط ان يكون المريض ده نقص الجروس عنده بسبب نقص الجروس هرمون. يبقى هو افيشنت لو كان السبب نقص جروس هرمون، ففي الحالة دي هيديني نتائج كويسة جدا لو كان السبب هو نقص الجروس هرمون. عيب الجروس هرمون اللي هو لما بيتاخد طبعا ممكن يعمل هايبر جلايسيميا، لان الجروس هرمون ده من الحاجات اللي هي بنسميها انتي انسولين، فده ممكن يزود للبلاد جلوكوز، ممكن يأثر على الجسم يعمل شوية إديمة مايالجا. مايالجا دي يعني ألم في العضلات. هو نفسه الجروس هرمون بيبقى انزيم انديوسر، يعني لو انا حدي جروس هرمون وحدي اي دواء تاني معاه هاخد بالي من جرعة الدواء التاني اللي انا بديه. بالمناسبة
الجروس هرمون ده بيستعمل في الدوبينج، بيستعمل مع بعض الرياضيين، ودي حاجة الليجل طبعا علشان يزود الكفاءة بتاعت العضلات. يبقى خلينا فاكرين ان الاستعمال الاساسي للجروس هرمون هو نقصه. لو واحد عنده جروس هرمون ناقص هديله الجروس هرمون هيديني نتائج كويسة. حاجة تانية بقى، انا مش عايز ادي جروس هرمون، لا ده انا هدي حاجة اسمها سوماتو ستاتين انالوج. كلمة سوماتو دي سوما اللي هي السل، ستاتين اللي هي بتوقف نمو السل، ده هنا بنسميه لونج اكتنج سوماتو ستاتين انالوج. يعني ده دواء بيوقف الريليس بتاع الجروس هرمون. يبقى الاكتيريوتايد ده لونج اكتنج جروس هرمون انهبيتنج هرمون، وعشان كده بنسميه اللي هو سوماتوستاتين، بيوقف نمو الخلايا. طب ده هنستعمله في ايه؟ طبعا الاستعمال الاساسي بتاعه هو اكروميجالي. الاكروميجالي احنا قلنا ان هي زيادة في الجروس هرمون، وفي الحالة دي لو جالي عيان عنده زيادة في الجروس هرمون انا هديله الاكتيريوتايد. بس الحقيقة لقينا الاكتيريوتايد المينيوز بتاعه مش بس في الاكروميجالي، لا ده لقينا كمان ان هو بيقلل السكريشن لبعض الحاجات اللي موجودة في الجي اي تي. يعني مثلا في عندي حاجة اسمها اللي هو الفازو اكتف انتستينال بيبتايد سكريتينج تيومر، في عندي حاجة اسمها جاسترينوما، واضح من اسمها جاسترين بيطلع جاسترينوما يعني ورم بيطلع جاسترين، جلوكاجونوما يعني ورم بيطلع جلوكاجون. لقينا ان الاكتيريوتايد ده اللي هو جروس هرمون انهيبيتنج هرمون بيقلل السكريشن بتاع الفازو اكتف انتستينال بيبتايد، يقلل السكريشن بتاع الجاسترين، يقلل السكريشن بتاع الجلوكاجون. فبنديه لو في تيومر في الجي اي تي بتطلع اي حاجة من دول. من ضمن الاستعمالات بتاعته اللي حاليا دلوقتي بقت مهمة جدا 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 اللي هي البليدنج اسوفجيال فاريسز، دي اللي هي عيان جاي عنده دوالي مريء وفي الدوالي المريء دي حصل فيها رابشر وابتدت ان هي عيان جايلي بحاجة اسمها هيماتيمسز. البليدنج اسوفجيال فاريسز دي بنشوفها فيري كومن مع الناس اللي عندهم بورتال هايبرتنشن، ودي بنستعمل لها بعض الأدوية. من ضمن الحاجات اللي بقت دلوقتي تعتبر تقريبا دراج اوف تشويس في علاج البليدنج اسوفجيال فاريسز هو الاكتيريوتايد. اكتيريوتايد باكتر الأدوية اللي بتستعمل في البليدنج اسوفجيال فاريسز. ده بيأثر على الفيسلز وبيأثر على الريليس اوف اندوجينس سبستنس اللي بتطلع، ودي بتبقى حاجة مشهورة قوي مع البليدنج اسوفجيال فاريسز. يبقى ما ننساش ان هو بقى حاليا من اهم استعمالاته، يعني اكتر يمكن من الاكروميجلي، الحالات دي اكتر من الاكروميجلي، بقى هو نمرة واحد في الناس اللي عندها بليدنج اسوفجيال فاريسز. برضو في الجي اي تي حاجة اللي هو اسمه كارسينويد سيندروم. الكارسينويد سيندروم ده بيبقى زي كده شبه ورم بيطلع سيروتونين كتير، والسيروتونين ده اللي بيطلع في الجي اي تي بيعمل للمريض حاجة سيفير دايريا، فبرضو بنستعمله في الكارسينويد سيندروم. يعني زي ما احنا شايفين ان المين يوز بتاع الاكتيريوتايد لإما بديه في استعماله الاساسي بتاعه اللي هو جروس هرمون انهيبيتنج هرمون في الاكروميجالي، او بديه في حالات في الجي اي تي. ايه حالات الجي اي تي اللي بديها فيها؟ لو في ورم بيطلع فازو اكتف انتستينال بيبتايد، ورم بيطلع جاسترين، ورم بيطلع جلوكاجون، ورم بيطلع سيروتونين وبيعمل كارسينويد سيندروم، بالاضافه الحاجه المهمه اللي ما تتنسيش اللي هو ان انا بديه في البليدنج اسوفجيال فاريسز. الادفرس افكت بتاعته يعني طبعا لو استعملته بقى لفترات طويلة هو ممكن طبعا يعمل شوية نوزيا فوميتنج،
وابدومينال كرامب، وممكن لو استعملته فتره طويله يعمل جول ستون، لانه بيأثر على الاندوجينس سابستنس اللي بتطلع في الجي اي تي. هو غالبا بيتاخد زي ما قلت بيتاخد سبكتينيوس، فممكن يأثر على يعمل بين للعيان في السايت اوف انجكشن، بالاضافه الى ان هو ممكن هيقلل الفيتامين بي 12. عشان كده لما بنديه بنفضل ان احنا طبعا ندي معاه ريبليسمنت لفيتامين بي 12. يبقى هنا الاكتيريوتايد ده لونج اكتنج جروث هرمون انهبيتنج هرمون، المين يوز بتاعه اكروميجالي، هوقف الجروث هرمون، او اليوز الاساسي بعد كده هو في الجي اي تي، سواء في تيومر بيطلع اي حاجه من دول اللي هم في اي بي او جاسترين او جلوكاجون او سيريتونين في الكارسينويد سوري او حدي في البليدنج اسوفجيال فاريس. خلينا نفتكر مع بعض كده، احنا استعملنا كذا حاجه في الاكروميجلي. استعملنا في الاكروميجلي اوكتيريوتايد، استعملنا في الاكروميجلي بروموكريبتين، وقلت ان البروموكريبتين في الاكروميجلي بارادوكسيكالي ممكن يقلل الجروس هرمون، وممكن هندي كمان اللي هو ال دوبا ساعات بنستعمله في الاكروميجلي، لكن المين في الاكروميجلي هما الاكتيريوتايد والبروموكريبت. تعالوا نشوف بقى هرمونز بتاعت البوستيريور بيتيوتري هرمون. هنبدأ بأول واحد هو الأكسيتوسين. الأكسيتوسين ده لو جينا بصينا كده هو دي حكاية بيشتغل عليها، هو غالبا بيبقى هرمون ساعة الولادة، وبالتالي بيطلع ساعة الولادة عشان يعمل لي rhythmic contraction. rhythmic contraction دي معناها ان هو بيعمل contraction relaxation contraction relaxation، وطبعا دي حاجة physiological وحاجة مهمة جدا عشان بتساعد في الولادة. طب بعد ما البيبي ينزل واليوترس بقى فاضي برضو بيكمل contraction، وهنا الكونتراكشن بقت فيه ميزة، ان انا لما هعمل كونتراكشن احنا عارفين ان بيبقى اليوترس حجمه كبير، فيبدأ الكونتراكشن ده يقلل حجم اليوترس. والحاجة الاهم اللي بيعملها ان الكونتراكشن ده يضغط على البلد فيسلز اللي موجودة جوه، عشان كده بنستفيد بيه في بعد الولادة بتاعة البيبي ان هو يقلل النزيف مع اللي هي الست اللي ولدت. بعد ما بتولد خلاص بيبقى ليه دور بقى في الميلك ايجكشن، انه هو بيعمل كونتراكشن في المايو ايبيثيليوم علشان اعمل ميلك ايجكشن. يبقى حكاية الاكسيتوسين بتبدأ ولادة، بعد ما بتولد يكمل الكونتراكشن عشان يوقف النزيف، بعد ما بتولد خالص بيكمل دوره انه هو يعمل ميلك ايجكشن ويعمل كونتراكشن في المايو ايبيثيليوم. عشان كده مش هنستغرب بقى، طب انا هستعمله في ايه؟ هندكشن اوف ليبر، عايز اولد الست دي. حاجة اسمها يوتراين انيرشيا. يوتراين انيرشيا، انيرشيا دي اللي هي تعب او اجهاد، يعني واحدة بتولد واليوترس الكونتراكشن فيه اللي هو مش بيبقى عالي قوي، وده اللي هو ساعات بنسميه كده حاجة يعني very common، ان هو بنحمي الطلق، يعني انا كده بزود الطلقه علشان الست دي تولد. طبعا ممكن اديه لو حصل انكمبليت ابورشن، يعني بعض الستات بتبقى يبتدي يحصل ابورشن بس بيبقى في جزء لسه مثلا من البلاسينتا موجوده، فبرضه بديه علشان ازود اليوتراين كونتراكشن. يبقى انا ممكن اديه في الثلاث حالات دول. طب بعد ما ولدت خلاص البيبي نزل، هدي ليه؟ هدي في البوست بارتم هيموريدج. في البوست بارتم هيموريدج اتفقنا ان هو الكونتراكشن ده هيقفل البلود فيسلز فهيقلل النزيف اللي بعد الولاده. لكن الحقيقه حاجه زي الارجومترين، وده ارجوت الكالويد ودي حاجه سينثيتك، الى حد ما بتبقى هنا ليها دور اكتر، لانها بتعمل حاجه اسمها تونيك كونتراكشن، والتونيك كونتراكشن ده بيوقف النزيف اكتر. لكن ستيل ان في بعض الناس ممكن يحط ميكس بين اللي هو الأكسيتوسين مع الإرجومتر، فدي علشان يوقف النزيف. يبقى الأول هستعمله عشان أولد، بعد ما بتولد بستعمله عشان أوقف النزيف، وبعدين
بستعمله علشان لو ابتدى ما يبقاش في ميلك ايجكشن. بس الحقيقة بقى في الميلك ايجكشن هنا في منه نيزل بريباريشن، لان زي ما قلت دي مش هتبقى مش كومن ان انا اديها بقى حاجة بارينترال. طبعا هنا بيتاخد بارينترال في الحالتين دول، لكن هنا بيبقى فيه ميزة ان هو بيتاخد نيزل. طبعا الادفرس افكت بتاعته يعني فكرة اليوتراين رابشر، بس طبعا دي بتبقى يعني مش كومن، لكن بنقول بقى لو واحدة عاملة قبل كده سيزيريا او عندها مشكلة في اليوترس ده ممكن يكون ريسك، ودي احتمال يحصل. الفيتال اسفيكسيا ان ممكن مع الكونتراكشن اللي بيعمله على البيبي ممكن البيبي يتخنق، بس برضو ما بتبقاش كومن لانه الى حد ما بيبقى اللي هو ريزميك كونتراكشن. الحاجة بقى اللي ممكن نشوفها فيه اللي هو الووتر ريتينشن. هو ليه الووتر ريتينشن؟ خلينا فاكرين ان الاكسيتوسين والانتي ديوريتك هرمون بيطلعوا من نفس المكان، وهما الاستراكشر بتاعهم الى حد ما متشابه بنسبة كبيرة، يعني الفرق بينهم يمكن واحد او اتنين امينو اسيد او واحد امينو اسيد. فالى حد ما الاكسيتوسين بيبقى له برضو اكشن زي الانتي ديوريتك هرمون، فممكن يعمل ووتر ريتينشن. والووتر ريتينشن ده بيحصل حاجة اسمها ووتر انتوكسيكيشن، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل اكتر مع الانتي ديوريتك هرمون. ده اللي هو الادفرس افكت المتوقع من الاكسيتوسين. يبقى فعلا هو very common او حاجة يعني logic ان هو يأثر على اليوترس ويأثر على البيبي، او ان هو يشبه ال ADH فممكن يعمل اللي هو الووتر ريتينشن وانتوكسيكيشن. في دلوقتي اللي هو الاكسيتوسين انتاجونست، حاجة الى حد ما الاتوسيبان، وده ممكن بيستعمل في البريماتيور ليبر. هو كده هيوقف الكونتراكشن، فممكن نستعمله في ان انا اوقف الليبر في حالة زي البريماتيور ليبر. طيب نيجي بقى الاخر هرمون في البوستيريو بيتوتري او الهرمون التاني اللي هو الفازوبريسن. والفازوبريسن ده اسمه انتي ديوريتك هرمون. الفازوبريسن زي ما اتفقنا هيطلع من البوستيريو بيتوتري، هيشتغل على حاجتين، هيشتغل على بلاد فيسلز وهيشتغل على الكدني. هو طبعا المفروض ان ده بيطلع لما بيكون مثلا في حالة ديهايدريشن، فهو بيطلع علشان ان هو يزود البلاد فوليوم بالمية وكمان يزود البلاد بريشر. يعني هو من ضمن الريجولاتوري او الكومبنساتوري ميكانيزم اللي بتفيدنا جدا لو في حالة هبوط ضغط او في حالة مثلا بليدنج، ده بيطلع الانتي دايوريتك هرمون. بيجي على البلاد فيسل بيشتغل على حاجة اسمها V1 ريسبتورز. V1 ريسبتور دي بتبقى جي بروتين كابلد ريسبتورز، ودي بتبقى لينكد للفوسفولايبيد سي اللي هو بيزود الكالسيوم انتراسيلر، وده منطقي. انا لما هزود الكالسيوم جوه البلاد فيسلز هعمل فازو كونستريكشن. ده مينلي الفازو كونستريكشن بتاعه بيتم في السبلانكينج والبورتال بلاد فيسلز. سبلانكينج اللي هي بتاعت الجي اي تي، والبورتال بلاد فيسلز عشان يعمل فازو كونستريكشن فبيقلل كمية الدم اللي في البورتال سيركيوليشن. عشان كده لو انا عايز استعمله على الفي 1 ريسبتور هيبقى المين يوز بتاعه اللي هو بليدنج اسوفجيال فاريسز. ادي تاني حاجة بنستعملها في البليدنج اسوفجيال فاريسز. اول حاجة استعملناها كانت اللي هو الاكتيريوتايد اللي هو السوماتوستاتين انالوج، وادي تاني حاجة اللي هو الفازو بريسن. برضو ممكن استعمله لو في سيرجري في البورتال هايبرتنشن. الفكرة بتاعته ان هو بيعمل فازو كونستريكشن، سيفير فازو كونستريكشن في البورتال سيركوليشن، فبيقلل البلد جوه البورتال سيركوليشن. واحنا اتفقنا ان البورتال هايبرتنشن هي اللي مسؤولة عن البليدنج اسوفجيال فاريسز، فكده هقلل كمية الدم اللي ممكن تحصل من الاسوفجيال فاريسز. الريسبتور التاني اللي هو اسمه V2 ريسبتور، والفي 2 ريسبتور دي برضو جي بروتين كابلد ريسبتور، بس هي ماسكة على الجي اس بتاع الادينايل سايكليز، يعني المفروض ان هي هتزود السايكليك اي ام بي. والحقيقة موجودة في حتتين. باختصار
لو تخيلنا ادي الانتي دايوريتيك هرمون ريسبتورز، اول ما بيمسك فيها الريسبتور الاي تي بي بيكون لي سايكليك اي ام بي. السايكليك اي ام بي ده بيعمل ايه؟ السايكليك اي ام بي ده بيجي على حاجه اسمها اكوا بورين. الاكوا بورين دي موجوده بس مش محطوطه على اللي هو التوبولار بارت بتاع الكولكتنج تيبيول، فيبدا يحط الاكوا بورين. واضح من اسمها اكوا يعني ميه، فهي كل اللي هتمتصه هي ميه، هتاخد من الكولكتنج تيبيولز الميه فقط بدون صوديوم، دي بتمتص ميه فقط، فالميه هتدخل وبعدين بتخش عن بعد كده عن للدم بعد كده او للبلازما. يبقى ده المين اكشن بتاعه ان هو هيزود السايكليك اي ام بي، فيبتدي يزرع الاكوا بورين على الجزء اللي هو المواجه لليورين اللي نازل في الكولكتنج تيبيولز، ويبدا يسحب الميه من اليورين. عشان كده ده بنقول ان هو بيعمل كونسنتريشن في اليورين، وبعد كده الميه دي تخش على البلازما تاني. ليه اكسترا رينال افكت؟ حاجه بره الكدني، ان هو ممكن يزود الريليز بتاع فاكتور 8 والفون فيليبران فاكتور، وطبعا دول فاكتورز مهمه جدا في البلاد كواجوليشن. يبقى هو مينلي، خلينا فاكرين هو بيشتغل مينلي على فازو كونستريكشن بفي 1، وبيشتغل مينلي على البورتال سيركيوليشن، عشان كده هيبقى المين يوز بتاعه في البليدنج اسوفاجيال فاريسز. هو هيبدا يزود لي امتصاص الميه من اليورين، وبيشتغل على اللي هو الـ V2 receptors. ده المين اكشن بتاعه، بالإضافة إلى إنه هو كمان بيزود الـ clotting factor اللي هو فاكتور 8 واللي هو الـ von Willebrand factor. طب أنا عندي بقى أدوية preparation مختلفة من الـ vasopressin. أول واحد هو الـ vasopressin نفسه، والـ vasopressin ده non-selective، هيشتغل لي على V1 وV2 الى حد ما، ليه ويك افكت على V2. طيب هو شورت اكتنج؟ اه شورت اكت، وبيتاخد سبكتينيوس او بيتاخد انترا ماسكر. علشان كده ابتدينا نطلع بريباريشن تانية من الفازوبريسن اقدر استفيد بيها بقى. فطلعنا اول مجموعة طلعت الى حد ما بقت V1 سيلكتف. ال V1 selective اللي هو قلنا ال V1 اللي موجود فين؟ اللي هو موجود في البلاد فيسلز وخصوصا في البورتال سيركيوليشن. فطلعنا حاجة اسمها تيرليبريسن، والتيرليبريسن ده هو فازوبريسن ولكن longer acting وليس سايد افكت. طلعنا حاجة برضو selective على ال V1 اسمها فيليبريسن. الفيليبريسن ده الحقيقة هو بيستعمل مع اللوكال انستيتك. احنا كنا بنستعمل مع اللوكال انستيتك ابينفرين. ابينفرين ده عشان اعمل برولونج ديوريشن اوف اكشن اوف لوكال انستيتك، لان انا طول ما اللوكال انستيتك موجود في التيشو ما يحصلوش ابزوربشن الانستيتك شغال، فانا احط حاجه تعمل فازو كونستريكتور. عيب الابينفرين ايه؟ الابينفرين لو حصل له ابزوربشن وراح من الجزء اللي انا حقنه فيه ده هيوصل للهارت، وعلى الهارت ممكن يشتغل على البيتا 1 فيعمل لي تاكيكارديا وارزميا. ميزه الفيليبريسن ايه؟ ده سيلكتيف في 1 ريسبتور اجونست فقط، وبالتالي مش هياثر على الهارت. فعشان كده لما بيجي لي عيان بقى عايز اديله لوكال انستيك وهو عنده كاردياك ديزيز، مش هفضل ادي الابينفرين، لا هفضل ان انا ادي مع اللوكال انستيك فيليبريسن. يبقى لحد دلوقتي الفازوبريسن استعملته في البورتال هايبرتنشن او بليدنج اسوفاجيال فاريسز، لو عايز بريباريشن لونج اكتنج هيبقى التيرليبريسن، عايز تستعمل حاجه على الفيسلز بس مع اللوكال انستيك يبقى الفيليبريسن. طيب الفي 2 بقى، الفي 2 انا عندي مشكله في الفي 2 اللي هي قلنا موجوده فين؟ موجوده في الرينال تيبيولز اللي هي الكولكتنج تيبيولز. طب انا لو جه عيان عنده
عايز اديله مثلا فازوبريسن. ايه مشكلة الفازوبريسن؟ هيشتغل على V1 وهيشتغل على V2، وكمان شغله على V2 الى حد ما ضعيف. فطلعنا حاجة اسمها ديزموبريسن. الديزموبريسن ده V2 سيلكتيف، بيشتغل مينلي على V2 اللي هي كانت في الكيدني او في الكلوتينج فاكتورز. ميزة الديزموبريسن ايه بقى؟ ان هو مور بوتنت انتي دايوريتيك، صح؟ ما بيشتغل على V2، ملوش فازو كونستريكتور افكت، مينيمال، ما بيشتغلش قوي على V1، الى حد ما لونج اكتنج، وكمان ان هو بيتاخد انترا نيزل مش بيتاخد انفيوجن او انترا فينس، ودي حاجة مهمة قوي في الكرونيك يوز. زي ما اتفقنا ان في الكرونيك يوز مهمة قوي الكومبلاينس بتاع العيان، فده هنا بيتاخد انترانيزل. عشان كده بنستعمله بقى في ايه؟ بنستعمله في الديابيتس انسيبيدس لو واحد عنده نقص في الانتي دايوريتيك هرمون، او ممكن بنديه في الهيموفيليا او في الفون فيلبران ديزيز، الناس اللي عندها نقص في فاكتور 8. بس الحقيقة الناس دي بيبقى علاجها الاساسي فاكتور 8، ده ممكن يستعمل ادجيفنت. ادجيفنت يعني عامل مساعد في العلاج. يبقى الديزموبريسن في ميزة بيشتغل بس على V2، والميزة التانية بتاعته ان هو potent minimal vasoconstrictor effect long acting، وما ننساش ان هو بيتاخد intranasal. الادفرس افكت بتاعت الفازوبريسن متوقعة، هو هيعمل vasoconstriction، فطبعا ممكن يعمل لي facial pallor، تلاقي العيان بقى عنده شحوب في وشه نتيجة الفازوكونستريكشن. الحاجة الخطيرة قوي اللي فيه إن ممكن يعمل كوروناري سبازم. عشان كده لما بنيجي نستعمل الفازوبريسن في البليدنج اسوفاجيال فاريسز بنحط معاه نيتريت. النيتريت في ميزة إن هو كوروناري فازودايليتور، وكمان بيقلل لي البورتال بلاد بريشر. يبقى لو هستعمله في البليدنج اسوفاجيال فاريسز يفضل إن أحط معاه نيتريت علشان أتلاشى حتة الكوروناري سبازم اللي ممكن تحصل. طبعا هو فازوكونستريكتور فهيزود البلاد بريشر، يبقى دي كلها مشاكل الفازوكونستريكتور. اخطر حاجه فيه هي الكورونري سبازم، ودي بتلاشاها ان انا بحط النيتريت. طبعا هيعمل كوليك، هيعمل الرجيك رياكشن، بس ما ننساش بقى هيعمل ووتر انتوكسيكيشن، ده هنا هيحجز ميه. وكلمه ووتر انتوكسيكيشن لا تعني سولت اند ووتر ريتينشن، ووتر انتوكسيكيشن تعني water retention و hyponatremia. تاني، الwater intoxication ما اقدرش اقول ان هي salt and water retention. الwater intoxication هي water retention with dilutional hyponatremia. لما المية بتزيد قوي في الجسم تركيز الصوديوم بيقل، ودي بتبقى معنى كلمة تسمم المية. المية مش بتعمل تسمم، اللي بيأذي العيان هو نقص الصوديوم. لما المية تزيد قوي relatively الصوديوم يقل، وبالتالي بيعمل hyponatremia. يبقى الwater intoxication دي بتبقى water retention with dilutional hyponatremia. الwater intoxication دي في بعض الأدوية طبعا لما تدي بقى الفازوبريسن مع كاربامازيبين الدنيا هتزيد قوي اللي أنا بقوله ده، لأن الكاربامازيبين بيعمل sensitization للرينال تبيول للADH، يعني يخلي الADH اللي بتديه يشتغل أكتر، ولو اشتغل أكتر هيحجز مية أكتر، ولو حجز مية أكتر هيقلل الصوديوم أكتر. يبقى الwater intoxication بتزيد قوي لو أنا اديت حاجة زي الكاربامازيبين مع الفازوبريس. الحاجة الأخيرة بقى في الفازوبريسن هي الأنتاجونست بتاعته. انا هنا هوقف شغل الفازوبريس. والحقيقة عندنا نمرة واحد حاجة اسمها ديميكلوسايكلين. الديميكلوسايكلين ده واحد من التتراسايكلين، وده هنا بيستعمل في حاجة اسمها سيندروم اوف انابروبريت ADH سيكريشن. سيندروم انابروبريت انتي دايوريتك هرمون سيكريشن، يعني بالعربي العيان ده عنده زيادة في الADH. هنا مش عنده نقص، لا ده عنده زيادة في الADH. فأنا بدي حاجة اسمها ديميكلوسايكل. الديميكلوسايكل بيستعمل في اللي هو السندروم اللي فيه زيادة
في الـ ADH، بس برضو ده اوف ليبل مش ريكومندد قوي، لانه تتراسايكلين. التتراسايكلين ده ليه ادفرس افكت كتيره قوي. لكن في عندي ادويه بقى مخصوصه اسمها فابتانز، ودي سبيسيفيك فازو بريسن انتاجونست، ودي بتتعمل في نفس السندروم او بديها في الناس اللي عندها هارت فيلير وهايبوناتريميا. في الهارت فيلير هنعرف ان في الهارت فيلير كل عيانين اللي عندهم هارت فيلير بيبقى عنده زياده في الاي دي اتش، والاي دي اتش ده بيحجز ميه كتيره قوي في الجسم، والميه الكتيره دي ممكن تاثر على الصوديوم زي ما قلت قبل كده. فاي عيان عنده هارت فيلير لازم يبقى عنده زياده في الاي دي اتش، والاي دي اتش ده بيحجز ميه، وده بيبقى جزء من ان الميه كتيره قوي في جسم العيان. فطلعنا نوعين من الفابتانز اللي هو الكوني فابتان، وده نون سيلكتيف وبيتاخد اي في، وفي عندي اللي هو التول فابتان، وده الى حد ما سيلكتيف على الفي 2 وبيتاخد اورالي. ده اللي هما الفابتان. يبقى ال ADH antagonist لإما هستعمله في زيادة اللي هو ال ADH اللي هو syndrome inappropriate antidiuretic hormone secretion، أو هستعمله في الهارت فيلير. الهارت فيلير من الفابتان طبعا، لكن الديميكلوسايكلين زي ما قلت بيبقى off label في زيادة ال antidiuretic hormone secretion. طبعا ال adverse effect المتوقعة هو ده هيعمل بوليوريا، انا وقفت شغل الانتي دايوريتيك هرمون، يعني هبدا ان العيان يفقد ميه كتير. اما يفقد ميه كتير هيحصل له بوليوريا، هيحصل له السيرس سنسيشن، يبدا يعطش. طبعا هنا الميه كتير هتنزل، ولما ما انزل ميه كتير ريليتيفلي الصوديوم ممكن يزيد. يبقى ناخد بالنا في فرق بين ان انا اقول ووتر انتوكسيكيشن. كلمه ووتر انتوكسيكيشن اللي بيعملها الفازوبريسن معناها ايه؟ معناها الميه في الجسم زادت وريليتيفلي الصوديوم قل. لو انا هستعمل اي دي اتش انتاجونست هبقى متوقع ان العيان ده يفقد ميه كتير، ميه بس، وبالتالي ممكن يبقى الصوديوم ريليتيفلي يزيد مع العيان. شكرا. ده اللينك بتاع الشانل.